احنا متحملين وهناخد حقنا وده ماتش وعدى وعندنا احسن لعيبه عندنا احسن لعيبه انما حزنانين مش من ماتش من ان نادي سايب عيله ايه الادب هربان يلعب عشان يشتمنا طب الدنيا هتمشي كده ازاي هتمشي ازاي وكلنا بنهدي ومتحملين عشان الدوله المصريه اللي هو مصمم يعمل فيها فتنه يا عم اتغلبنا شكرا ايه المشكله انما تقعد تعمل كده وهو ناوي ها لا مش شكرا دي مش رياضه دي مش رياضه دي قله ادب وانا متاكد ان الموضوع ده مش هيعدي الموضوع ده مش هيعدي خلاص ماتش بطولة لكن في قلة أدب حصلت في الملعب سيبوك من الحكم بقى الواد مسك الكورة بين الاثنين مش مشكلة هو الحكم جاي يبدأ بيومين اللي مش فاهم بصراحة مش مشكلة في كورة لفتت نظري أنا قعدت أضحك فاكرين الكورة اللي جت في العارضة ومشيت حد يقول لي مين اللي شاطها؟ ارجعوا ده للماتش كده. حد يقول لي مين اللي ما حدش شاط الكرة دي خالص. كرة ماشية لوحدها لوحدها تتحرك لوحدها وبعدين راح داخلة شمال لوحدها وخبطت في الأرض لوحدها. عايزين يا جماعة نلعب راجل لراجل رياضي لرياضي. المكسب والخساره وردين ما عندناش اي مشكله خالص وتحملنا كتير عشان البلد شتيمه الواد اسلام الشاطر وسلمه الواد مش عارف كل دول متحملين ما عندناش مشكله عشان بلدنا بس انما توصل للاعب امبارح هربان تلعبه عشان يعمل حركات بايده وشتيمه قذره لجماهير الزمالك ما اعتقدش حد هيقف على ده وما اعتقدش الموضوع هيعدي كده